واعية ومدركة، ولا كانت عنده خلفية لسه احنا محل بحث فيها؟ ليه كان جاب الحمل قالت ان هو تجاوز جدا وهو كان مدرس لغة الانجليزي؟ هل ذلك ان هو يدل ان هو كانش واعي؟ هل حضرتك عندك معلومة ان النهارده ان المريض النفسي بيكون ذكي جدا جدا جدا؟ هل حضرتك عندك معلومة ان المريض اللي بيعاني من انفصام بالشخصية بيكون انسان سوي وطبيعي جدا؟ لو انتم فاكرين لو فاكرين انا هديكم بس حاجة كده صغيرة، يعني يا ريت لو تتابعوا فيلم كده اسمه فايت كلاب. الفيلم ده انتاج 1995، اتكلم تحديدا عن المرض النفسي، والمشرع نفسه النهارده اضاف المرض النفسي في ماده مستحدثه، الماده 262 مقرر فقره واحد كويس في القانون 71/2009، واضاف المرض النفسي النهارده كاحد اسباب اللي النهارده اذا تم بحثها قد تعفي من المسؤوليه وقد او النهارده او تقلل من الـ من الـ من, الـ من العقوبه. وبالتالي فهل ده لو الطب النفسي اكد يا فندم يستحق براءته اذا كان النهارده المتهم ارتكب الجرائم دي عن وعي وادراك يستحق العقاب المناسب ليه؟ هتعمل ايه لو تم حضرتك هتعمل ايه لو ثبت ان هو مش مريض نفسي؟ هعمل ايه لو ثبت ان المتهم مش مريض نفسي؟ يلقى جزاؤه المناسب من المحكمه، والدفاع سيعاقب الدفاع سيعاقب المجتمع عن كل العوار اللي اصاب المجتمع المصري في الاونه الاخيره. مين منا النهارده يعني تعالوا نناقش مع بعضنا كده نقط محدده كده نفسيه، وبلاش ازدواجيه المعايير، لان انا ما بحبش الايه بلاش من النقط ديت، لان فكره ازدواجيه المعايير والخلافيه الكبيره في الموضوع ده. فين الدين من المدارس النهارده؟ ما بقاش موجود. فين النهارده؟ لان ما شفناش النهارده نشأته ما كانتش في مصر. هي نشأته ما كانتش في مصر يا فندم. نشأته ما كانتش في مصر. ما نقدرش نلوم المجتمع المصري لان نشأته ما كانتش في مصر، لكن عاش في المجتمع المصري. ده جاي مجرم. تفتكري حضرتك يعني زميلي السيد وكيل النائب العام النهارده لما بيتكلم النهارده ان تم مناقشه سائر الاطباء الشرعيين، فانا بقول له جميل، انت ناقشت الاطباء الشرعيين من وجهه نظر النيابه العامه ويتوجه الاتهامات، تبحث فقط عن ادله الادانه دون البحث عن اي دليل قد يكون في صالح المتهم. النهارده ده امر معترف بالصحه المعلومه دي، وهو معترف بالنيابه العامه كان طالع عليه انه كان داري جميل قوي. الاعترافات المنصبه النهارده في قضيه مريض النفسي كويس بيجي له احساس بالذنب بعد ارتكاب اي جريمه او اي فعل وبيضطر بارتكاب الجرائم. حضرتك النهارده بتوجهي لي السؤال ولا حضرتك هيئه محكمه؟ اذا كان الدفاع يرى ان المتهم النهارده يرى ان في 1% احتمال ان المتهم النهارده يكون مريض نفسي، هل حضرتك تقدر تقولي لي لا؟ هل هيئه المحكمه تقدر تقولي لا؟ هل النيابه العامه تقدر تجاوب على السؤال ده؟ لازم يتم بحث حل. وبالتالي فالنهارده انا كنت بين خيارين كلاهما اصعب وكلاهما مر، ان انا النهارده اما ان انا اترافع في القضيه وانا شايف ان حقوق المتهم زي ما في حقوق للضحايا رحمه الله عليهم ليهم حقوق، كمان المتهم النهارده يجب ان يخضع لمحاكمه عادله، مش محاكمه اعلاميه، مش محاكمه في الشارع حتى بعد